السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة وصفات الأحلام. وصفتنا اليوم هي وصفة عصير سيترونات أو عصير الحامض الذي يباع في المحلات بأثمنة بسيطة ولكنه لذيذ جدا. حضروا في بيوتكم، تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. نبدأ بسم الله. المقادير: سأحتاج إلى لتر ماء بارد، سأحتاج إلى 100 غرام من السكر، سكر يمكن إضافة المزيد دائما حسب الذوق، سأحتاج ملون أصفر، سأحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة من سكر الليم أو حمض السيتريك، سأحتاج إلى ملعقة صغيرة من مركز ليمون الحامض يباع جاهزا، نصف كأس العنبة من الحليب ما يعادل 75 ملل، وسأحتاج ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملاحظة بالنسبة للفانيليا، أنا أستعمل هذا النوع، أشتري يباعه في 100 غرام، يكون على شكل بودرة، وأضعه مع 100 غرام من السكر، وضعهم في قنينة زجاج بهذا الشكل واحتفظوا بهم، تكون لديهم مذاق قوي وفعالية أحسن من التي تباع في أكياس صغيرة. نبدأ إن شاء الله. سوف أضع في الماء، سوف أضع السكر كما ذكر، السكر حسب الذوق، الحليب، حمض السيتريك أو سنيدة الليم أو سنيدة حامضة، أسماء متعددة. سوف قبل ذلك يجب أن أضع الفانيليا، ملعقة صغيرة من الفانيليا، ورأس ملعقة صغيرة من ملون أصفر، ومركز ليمون حامض. أمزج الكل حتى يذوب السكر، وها هو العصير جاهز. وفي النهاية ها هو العصير بعد ما نضج. لا تنسوا دعم القناة والاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو والمشاركة مع أصدقائكم. إلى اللقاء.